أكمل أبي الأثير كلامه يقول: ثم رحلوا نحو سمرقند وقد تحققوا عز خوارزم شاه عنهم. تنبيه: كما أخبرتكم سابقا أنه هرب وترك المسلمين وبلدانهم لمصيرهم المشؤوم، وهذا أثبته واقع الحال. بينما ابن الأثير نقل الأكذوبة التي أشاعها خوارزم بأنه ذاهب لكي يجمع المقاتلين والعودة لقتال التتار، وقد تحقق التتار أنفسهم عز خوارزم عن مواجهتهم. وسنطلع إن شاء الله لاحقا إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى، سنطلع على سلوك خوارزم وهروب خوارزم أمام التتار. يقول: واستصحبوا معهم من سلم من أهل بخارى أسارى أسارى، فساروا بهم مشاة على أقبح صورة، فكل من أعيا وعجز عن المشي قتلوه. فلما قاربوا سمرقند قدموا الخيالة وتركوا الرجالة والأسارة والأثقال وراءهم، حتى تقدموا شيئا فشيئا ليكون أرعب لقلوب المسلمين. فلما رأى أهل البلد سمرقند سوادهم استعظموه، فلما رأى أهل البلد أي أهل سمرقند لما رأى أهل البلد سوادهم استعظموه. فلما كان اليوم الثاني وصل الأسارة وصل الأسارة والرجال والأثقال، ومع كل عشرة من الأسارة علم، فظن أهل البلد أن جميع عساكر مقاتلة وأحاطوا بالبلد، وفيه 50,000 مقاتل من الخوارزمية، وأما عامة البلد فلا يحصون كثرة. فخرج إليهم شجعان أهله وأهل الجلد والقوة رجاله، ولم يخرج معهم من العساكر الخوارزمي أحد لما في قلوبهم من خوف هؤلاء الملاعين، فقاتلهم الرجال بظاهر البلد فلم يزل التتار. تنبيه: جند خوارزم لا عقيدة لهم إلا عقيدة السلب والنهب والتخريب والسبايا والنساء، فإذا فقدوا هذه المكاسب فإنهم لا يقاتلون بل يهربون، كما هرب سلطانهم الإمام خوارزم بعد أن غدروا غدرتهم بتجار التتار، فورطوا المسلمين وأوقعوهم في مظلات الفتن في قتل وسبي وهلاك وإبادة ودمار، وكما يفعل المارقة الدواعش الآن، فتسببوا في تدمير البلدان وقتل وتهجير العباد.